في بيته. واقعنا جدا إخواني متعب، متعب لقلبه الشريف، مزعج لوجوده المبارك. نعم اللهم كن لوليك، اللهم كن لوليك، وقوم وقعد وخلي إيدك على رأسك، بس ستلايت مالتي شلونه، تليفوني شلونه، أنت تليفونك هذا الجهاز ما مستعد تنطيل والدك بدون رمز وبدون كذا، لأنه بقضايا تستحي من والدك، فكيف من إمام زمانك؟ فنحن بين العمل وبين الشعار انصافا نعيش مسافة طويلة وعريضة جدا، ولا أحد يتصور أنه هو أفضل من الغير، هذا خلوه في بالكم. لا أنا أتصور نفسي أفضل منكم، ولا تتصور نفسك أفضل من غيرك. الكل لابد أن يراجع نفسه أنه هو